بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحصة. سأحاول في هذا الفيديو، دونك سيكون فيديو قصير بطبيعة الحال، سأحاول الدمج بين اثنين من البرامج المعلوماتية. هنا تلاحظون الواجهة الخاصة بالجوجبرا، وهنا الواجهة الخاصة ب أحد البرامج المعلوماتية الخاصة بميكروسوفت أوفيس، ألا وهو ميكروسوفت وورد. دونك كيف سنقوم بالدمج بينهما؟ بطبيعة الحال نحن كأساتذة الرياضيات عادة ما نحتاج إلى إدراج رسومات بيانية في سلاسل، سواء كانت سلاسل من التمارين أو فروض منزلية أو فروض محروسة. لأجل ذلك سنأخذ مثال، دونك سأقوم بإدراج دالة، وهذه الدالة ستكون بطبيعة الحال مثلا سأسميها إف ذات المتغير الحقيقي X، دونك تساوي مثلا كما سبق لي وأنا أشرت في منشور سابق تساوي X ناقص ألان دو لا فالور أبسولي دو X موان 2. دونك عندما نضغط على الأمر خاص بالإدخال على لوحة المفاتيح نحصل على هذا الرسم البياني الخاص بهذه الدالة. دونك هنا يمكننا إضافة مثلا المستقيم الذي يمر من النقطة ذات الأصول 2 والأرتب 0. دونك يكفي كتابة الأمر التالي x يقال 2. كذلك يمكننا رسم المستقيم المار أو المنصف الأول الذي يسمى المنصف الأول المار من أصل المعلم ومن النقطة ذات الأصول 1 والأرتب 1 بطبيعة الحال y يقال x. يمكننا كذلك الحصول هنا على نقاط التقاطع، دونك عبر الذهاب الى هذه الايقونه هنا والضغط على انترسكسيون ثم التاشير على هذه النقطه، دونك سنحصل هنا على نقطه التقاطع ونضغط مره اخرى هنا لنحصل على النقطه الثانيه. دونك هذه النقطه هي النقطه ا كما تلاحظون، والنقطه الثانيه هي النقطه ب. يمكننا اخفاء بطبيعه الحال هذه الشبكه لاغري وترك فقط المحورين، دونك محوري المعلم. هنا لكي نقوم بإدراج هذه الصورة أو هذا الرسم البياني على مايكروسوفت وورد سنحتاج إلى الذهاب إلى هذه القائمة هنا ثم نضغط على فيشيي وبعدها نذهب إلى إكسبورتي لتظهر لنا هذه القائمة كما تلاحظ. هذه القائمة تحمل مجموعة من الخيارات، سنختار من بينها الخيار رقم 2 الخيار الثاني غرافيك اون طون كيماج. دونك هنا سنستعمل الخيار الثاني غرافيك اون طون كيماج. دونك عندما أضغط تظهر لي هذه النافذة، دونك عبر هذه النافذة سأترك هذه الخيارات كما هي. دونك هنا بورتابل نتورك غرافيك دونك بي ان جي باختصار بي ان جي. يمكننا اختيار السلم كما هو، دونك اون يونيتي ايغال ان سنتيمتر، وكذلك يمكنكم التأشير هنا ترونسبارون حتى تكون الصورة شفافة، وبعد ذلك سنضغط على سوفغاردي يعني حفظ. بعد الضغط على سوفغاردي تظهر لنا نافذة جديدة، تطلب منا اختيار الملف الذي سنستعمله لحفظ هذه الصورة. دونك أولا سنختار اسم لهذه الصورة، يمكنني أن أسميها مثلا ln فونكسيون ln مثلا. دونك الدالة التي قمت برسمها هي دالة تعتمد على دالة اللوغاريتم لبيري، واختار بعد ذلك سوفغاردي. عندما أختار سوفغاردي سأعود إلى مايكروسوفت وورد، دونك سأذهب إلى مايكروسوفت وورد وهنا أجد هذه الواجهة بطبيعة الحال الغنية عن التعريف. هنا لدينا اكوي وبجانبها مباشرة هنا انسيرسيون، سنضغط على انسيرسيون لتظهر لنا هذه القائمة التي سنختار من بينها ايماج، وبعد ذلك ستظهر لنا هذه النافذة التي ستطلب منا اختيار الصورة التي سنقوم بإدراجها. دونك هنا سأذهب إلى الملف الخاص بي، دونك إذا كان بطبيعة الحال الملف يعني مكانه محدد ستقومون بالذهاب إليه مباشرة، أما إذا كان غير ذلك فستقومون بالبحث عليه. دونك هنا مثلا يمكنني الذهاب إلى سطح المكتب، وبعد ذلك سأذهب إلى الملف الذي استعمله في الحفظ الذي استعملته في الحفظ والذي أسميه فورماسيون جوجيبرا. هنا لدي ملف يحمل مجموعة من الملفات الخاصة بالجوجيبرا، وكذلك سأقوم بالبحث عن الصورة اسم الصورة التي قمت بحفظها عن طريق الجوجيبرا. دونك الصورة التي قمنا باستعمالها كما تلاحظون هنا تسمى إلين، سأقوم بالتأشير عليها أو الضغط عليها مباشرة مرتين بالزر الأيسر للفأرة، أو التأشير عليها مرة واحدة والضغط على أنسيري. بعد الضغط على أنسيري سيقوم مايكروسوفت وورد كما تلاحظون هنا بإدراجها في هذه الصفحة. يمكننا باستعمال الزر الخاص بالفأرة الزر الأيسر بطبيعة الحال كما تلاحظون هنا يمكننا تصغير التحكم في حجم هذه الصورة أو في أبعادها. بطبيعة الحال يمكننا الكتابة بعد ذلك سواء بجانب الصورة أو في أسفله.
وهكذا نكون قد قمنا بإدراج صورة على الوورد، على مايكروسوفت وورد، بطبيعة الحال انطلاقا من الجوجبرا.